السلام عليكم متتبعي الكرام، عرفتي هذا الصباح هذا والله اللي قعدت غير مع داك الشيء ديال الكريديات اكثر 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 اكثر. راه من الصباح انا نحسب من الصباح اكثر واكثر، ثلاثة ديال الكتوبة، واخا قال واحد الكتوبة ما تلقى كنشوفهم ديال العمال الفايتين، ما تنخرصهم كاع، ما يمكن لك كاع تنطرهم. وبنادم صاحبي كيمشي للسوبر مارشي كيقبط يتقدى 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 ويخلص بلا كارت ويخلى يخلص باسمو ما يمرق الا ما، وهذا مولي الحانوت دائما مساكين يجي رابح معاه جوج دراهم كيدي لك لا راس المال وتمتالبو. الانسان هو اللي ديت شي حاجه خلص تعاون معاه، واحد مسكين عنده وليدات وعايش معاكم في هذا المغرب حفيان عريان حشومه كاع، تمشي عند مول الحانوت تعدى عليه تديلو رابح معاك هو جوج دراهم وتديلو انت 3000 باش يروجها، ولا 4000 ولا 6000 ولا 5000، انت تجيك اش كتسالني كاع تمرق في عينك حشومه. ما كيسالو شي واحد شي حاجه يأديها ليه، اصبر عليك الشهر راه الشهر خلصوا فيها، وانت كاين لي وكاين لي تلت عيمان ولا هو كيشوف فيك بحال انت هو اللي كيسالك. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. التعامل وصيبته الموالي الحوانيت كتكرفصوا عليهم، والله الا كتكرفصوا عليهم. راه ما كنتكلم عليا انا دريك عارف راسي ماشي الهاويه، عارف راسي وانا كنشوف الناس صاحبي عندهم وليدات وعندهم تمارة وعندهم الكرات لهم ويخلص الضريبه ويخلص شي سوبر مارشي تدخل له تبوز على عباد الله ترفد ترفد في الاخر اكيد خط يحسبوا لك حتى الشهر، يحسبوا لك حتى ما انا كاع قابض معاهم الحساب تخلص وتبين راسك عندك الفلوس تخلص. واحد مول الحانوت تقديت عنده واحد شي حاجه صبر عليك حتى راس الشهر، راه ما كاين هذا الشيء ديال الكريدي راه ما هو كاين، ولكن واحد الانسان صبر عليك راه كيقول لك دراك اللي كريداك عطاك، الانسان هو اللي خصك تتعامل معاه صافي قرب الشهر خلصه. ولا دي انت اسيدي غير قياسك ارفد رفد 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 رفد، وبنادم كيحشم ما بقى بيع عشرة ما بقى معاكم معيشة في هذه البلاد، والله ما بقات، والله الا ولينا عايشين فوق اسمحنا نسمحوا لكم في كل شيء ما شاء الله. الانسان مول الحانوت، المول الحانوت انا كنقولها للمالين الحوانيت كاملين، والله ما كاين شي مول الحانوت ما تجبر عنده 10 الكتوبة، اقسم لكم بالله جبر عنده الكتابات وكاين شي كتبه ما قد يخرص فيهم الا قبضهم يقبضوا القولون. تحياتي لهذا السيد هذا، كنحيي على الفيديو اللي قدر يناقش هذا الموضوع بكل جرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.